بكم أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تليلومير، والبداية مع العناوين. البابا فرانسيس يرقي البطريرك باتسابالا إلى المرتبة الكاردينالية. جلالة الملك يعرب عن تعزيه لأسر الضحايا في حريق قرقو. حراسة الأراضي المقدسة تحتفل بعيد مؤسسها القديس فرانسيس الأسيسي. الكنيسة الأسقفية الإنجيلية تحتفل بعيد الشكر وخدمة التثبيت. وفيها أيضاً القلق والأرق الروحي في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في احتفال ديني حاشد وبحضور جموع غفيرة من المؤمنين، رقى قداسة البابا فرانسيس 21 من إكليروس الكنيسة الكاثوليكية من كل أنحاء العالم إلى الرتبة الكاردينالية، ومن بينهم غبطة الكاردينال بير باتيسا باتسابالا بطريرك القدس للاتين، الذي أصبح ثاني بطريرك أورشليمي أخذ هذا المنصب منذ تأسيس البطريركية في القدس. تفاصيل أوفى حول هذا الاحتفال العالمي في سياق التقرير التالي. وسط جمع من الكرادلة والبطاركة والأساقفة ورجال دين من مختلف كنائس العالم، رقى قداسة البابا فرانسيس عدداً من إكليروس الكنيسة الكاثوليكية إلى الرتبة الكاردينالية، ومن بينهم غبطة البطريرك بير باتيستا باتسابالا الذي أصبح ثاني بطريرك أورشليمي أخذ هذا المنصب في تاريخ تأسيس البطريركية اللاتينية في القدس من بعد البطريرك فيليب كاماسي. جرت مراسم التنصيب في احتفال حاشد أقيم في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان وسط هتافات آلاف المؤمنين الذين لوح بعضهم بأعلام بلادهم. وقد شارك في الاحتفال أمين عام وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية السفير ماجد القطارنة وعدد من أعضاء مجلس النواب المسيحيين والوفد الكنسي المرافق للبطريرك باتسابالا من الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين. وقالت وزارة الخارجية أن دعوة الأردن إلى هذا الاحتفال تأكيد على أهمية الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في الحفاظ على الوضع التاريخي والقانون القائم في المدينة المقدسة. وفي المناسبة ألقى الأب الأقدس عظة قال فيها: إن يوم العنصرة مثل معمودية كل واحد منا، هو عمل خلاق يجدده الله باستمرار، وكل معمد يعيش من خلال عمل الروح القدس. فأنتم أيها الكرادلة الجدد قد أتيتم من أنحاء مختلفة من العالم، وكل واحد منكم عليه أن يصغي أكثر من أي شخص آخر ليساعد كل الناس ولننطلق معا متشوقين لأن نلتقي بيسوع ونسجد له ونبشر به لكي يؤمن العالم. وفي ذات السياق ترأس الكاردينال باتسابالا في بازيليك مريم الكبرى الحبرية بروما القداس الإلهي الأول من بعد تعيينه كاردينالاً، بحضور لفيف من الأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات وشخصيات رسمية من الأردن وفلسطين وإيطاليا وممثلين عن مؤسسات كنسية وحشد كبير من المؤمنين. وشدد البطريرك باتسابالا في عظته على أن كل رسالة جديدة هي خدمة، وكل لقب في الكنيسة له دوره ومسؤولياته، وبالتالي فإن رفعه إلى المرتبة الكاردينالية ليست بخطوة جديدة نحو الأعلى، بل للسير نحو العمق. وبعد مراسم الترقية تقبل الكاردينال باتسابالا في ردهة القصر الرسولي التهنئة من الوفود الرسمية والكنسية والشعبية التي حضرت احتفالية تنصيبه. هذا وستقام في وقت لاحق احتفالات بهذا الحدث العالمي في كل من عمان والقدس وبيت لحم والناصرة وقبرص. وبهذه المناسبة البهيجة تتقدم أسرة فضائية نورسات الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين ممثلة بالمديرة الإقليمية للقناة الدكتورة باسمة السمعان وكافة فريق العمل بأحر التهاني القلبية من غبطة أبينا البطريرك بير باتيسا باتسابالا بعد ترقية قداسة البابا فرانسيس له ومنحه رتبة كاردينال في الكنيسة الكاثوليكية، متمنين لغبطته مزيداً من التقدم والازدهار في خدمة الكنيسة عامة وكنيسة الشرق خاصة. على صعيد متصل وخلال لقائه قداسة البابا فرانسيس
أثنى البطريرك ثيوفيلوس الثالث على تفاني البطريرك باتسابالا في الحفاظ على الوجود المسيحي في الأرض المقدسة. وتحدث غبطته عن التحديات التي تواجه المسيحيين وتراثهم في مدينة القدس، ولا سيما المخاطر الناجمة عن محاولات مجموعات اليمين المتطرف لتغيير طابع المدينة المقدسة المتعدد الأعراق والثقافات والديانات. وأشار غبطته إلى أن جرائم الكراهية وتدنيس المواقع المسيحية من قبل تلك الجماعات يشكل تهديداً كبيراً للوجود المسيحي في المدينة المقدسة. وخلال اللقاء قدم غبطة البطريرك ثيوفيلوس الشكر لدعم جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ووصايته على المقدسات، مثنياً على جهود جلالته في الحفاظ على الهوية المسيحية والإسلامية في القدس. أبرق قداسة البابا فرانسيس إلى رئيس أساقفة الموصل للسريان الكاثوليك المطران بنديكتوس يونان، معزياً بضحايا حريق قرى قوش في العراق الذي وقع خلال حفل عرس في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، وأدى إلى وفاة وإصابة المئات من المحتفلين. وقد عبر الأب الأقدس عن حزنه العميق وقربه الروحي من جميع الأشخاص المتضررين من هذه المأساة، كما قدم تعزيه الحرة للشعب العراقي مؤكدا صلاته من أجل الجرحى. هذا وبعث جلالة الملك عبد الله الثاني برقية تعزية إلى الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بضحايا حريق حفل الزفاف في قرى قوش، كما بعث برقية مماثلة إلى رئيس الوزراء محمد السوداني. وعرب جلالة الملك في البرقيتين باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن تعزيه ومواساته لأسر الضحايا بهذا المصاب الأليم وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. وكان قد أقيم في كاتدرائية مار أفرام للسريان الأرثوذكس بصوفية بعمان قداس جنائزي لراحة نفوس الحادث الأليم الذي راح ضحيته مئات الأبرياء بين شهيد ومصاب. ترأس القداسة سيادة المطران مار يعقوب أفرام النائب البطريركي للسريان الكاثوليك بمشاركة عدد من كهنة الكنائس في المملكة وفلسطين. حضر القداس القائم بأعمال السفارة العراقية بعمان منيف السمرائي وممثل الجالية العراقية في الأردن الدكتور محمد البداوي وجمع غفير من المؤمنين. وبعد رتبة الصلاة قدم المؤمنون التعازي لسيادة المطران أفرام والأباء الكهنة. احتفلت حراسة الأراضي المقدسة الفرنسيسكان بعيد مؤسسها القديس فرانسيس الأسيزي وشفيع المؤسسات التعليمية التابعة للرهبانية في العالم عامة وفي الأردن خاصة، الذي يصادف في الرابع من شهر تشرين أول من كل عام. وبهذه المناسبة رأس النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران جمال خضر قداسا احتفاليا في كنيسة كلية تيرا سانتا بمشاركة عدد من الأساقفة وكهنة وشمامسة من الكنائس الشقيقة وحضور السفير البابوي جوفاني دالتوزو وجمع من الرهبان والراهبات من مختلف الجمعيات الرهبانية وممثلي الكشافات والجمعيات والمؤسسات الكنسية ومعلمي وطلبة الكلية وجموع غفيرة من المؤمنين. ورفع المحتفلون الصلاة من أجل الكلية وخدامها من الرهبان والعلمانيين. وفي عدة القداس هنأ سيادته رهبان الفرنسيسكان بعيدهم السنوي، كما تحدث عن شخصية القديس الأسيزي الذي قضى حياته زاهداً متخلياً عن المال والحياة الدنيوية. بهذا التخلي الداخلي أصبح قريب من السيد المسيح، وخاصة المسيح المصلوب. في الصلاة الخاصة دائماً كان يحب يصلي أمام الصليب، يسجد أمام الصليب لأن المسيح المصلوب هو معلمهم. عندما أصبح قريب من الناس من الله أصبح قريب من الناس أيضا، وخاصة الأكثر حاجة أصبح قريب للطبيعة لخليقة الله أيضا، أصبح قريب للكنيسة وأكثر محبة لها. الكنيسة في زمن السيد المسيح ربما في كل زمن كان لدى القديس أسباب كثيرة حتى ينتقد فيها الكنيسة، لكنه اختار أن يحب لا أن ينتقد. في نظرة بشرية، نظرتنا نحن البشر إلى العالم من حولنا، من هذه النظرة تحولت نظرة القديس فرانسيس إلى نظرة الله للإنسان الآخر. كيف ينظر الله للآخرين؟ لا أن يحكم عليهم بل أن يحبهم. الآخر هو أخ نحبه وليس خصما أو عدوا. لقاء القديس مع الملك الكامل سلطان مصر كان ولا يزال نموذج لهذه الأخوة الإنسانية
كان بسهولة في ذلك الزمن مع الحروب الصليبية أن يرى في سلطان مصر عدوا، ولكنه أراد أن يلتقي معهم. يمكننا أن نستمر في الحديث عن فضائل هذا القديس العظيم، ولكن أعتقد أن ما يجمع هذه الفضائل كلها حلقة الوصل اللي بتجمع كل فضائل القديس كانت طهارة القلب. وفي الختام شكر الأب رشيد مستريح المطران خضر على ترأسه القداسة وكل من شارك في الاحتفال الكنسي. احتفلت الكنيسة الأسقفية العربية الإنجيلية بعيد الشكر السنوي وخدمة التثبيت، وذلك في كنيسة الفادي الإنجيلية بجبل عمان، حيث ترأس خدمة الشركة المقدسة رئيس الأساقفة المطران حسام ناعوم بمعاونة الكونن القصفة إق حداد وخدام الكنيسة وحضور جمع من المؤمنين من أبناء الرعية. وخلال الاحتفال منح المطران ناعوم سر التثبيت بوضع الأيدي وبمسحة زيت الميرون على عدد من أبناء الرعية. وفي عظته تحدث المطران ناعوم عن الروح القدس مركزا على التعريف بنعمة سري المناولة والتثبيت، كما تحدث عن فضائل ومعاني الشكر وأهميته في حياة المسيحي، داعياً المؤمنين إلى المواظبة على الصلاة في الكنيسة والالتفات إلى المحتاجين من الناس والشكر لله تعالى على كل النعم. في الرسالة واليوم اللي سمعناها كمان بتقودنا لموضوع التواضع في الإنجيل، وكلنا بنعرف قصة العشر البرص، شفاء يسوع يشفي العشر البرص. وعلى فكرة الكنيسة الموجودة في برقين اللي حد جنين اليوم، هذه الكنيسة هي تعد من أقدم خمس كنائس بنيت على زمن القديس هيلاني أمه لقسطنطين، بما فيها كنيسة القيامة وكنيسة المهد. هي كنيسة بنيت في برقين لكي نستذكر حادثة وعجيبة شفاء العشر البرص. ما بدي أحكي كتير عن العجيبة كعجيبة، ولكن بدي أذكر بس بكلمة واحدة إجت في الإنجيل، وهو عندما قال يسوع للبرص أن يذهبوا وأن يروا أنفسهم للكهنة، شفوا وهن رايحين يفرجوا حالهم للكهنة، كلهم شفوا، ولكن واحد سامري اللي هو بنعد غريب الجنس نوعا ما عن اليهود، رجع إلى يسوع وسجد أمامه وشكره. يعني تخيل واحد بس من التسعة، يعني حوالي 10%، يعني 10% من الناس عادة بس بترجع وبتشكر. وكمان هذا بذكرنا مبدأ العشور، واحد بيقدم عشر ما. أنا اللي بدأ اليوم بدأ أحكي فيه هو كلمة كيف رجع هذا الإنسان ليشكر. وفي فعل الرجوع إلى الله وإلى الرب يسوع هو يعترف ويتوب ويرجع إلى مخلصه. وعندها يسوع قال له إيمانك قد خلصك. إذن الرجوع أيها الأحباء والتواضع والتوبة في الشكر والسجود أمام الله هو في غاية الأهمية بالنسبة لنا كمسيحيين. قام وفد مؤلف من 30 شاباً وشابة من أفراد شبيبة رام الله بزيارة إلى المملكة، وأنشأوا مخيماً لهم في منطقة معين بمحافظة مادبة. واشتمل المخيم الذي حمل عنوان تعو نعيش القداس على محاضرات روحية وزيارات لأماكن دينية وتاريخية وأثرية. وخلال الزيارة التي رافقهم فيها قدس الأب أشعيا حداد، التقى وفد الشبيبة سيادة المطران خريستوفوروس مطران الأردن للروم الأرثوذكس الذي ترأس قداسا إلهيا في كنيسة رقاد السيد العذراء حنينة مادبة. وفي عظة القداس قال سيادته: إننا لا نزال نعيش أجواء عيد رفع الصليب المكرم، وعلينا أن نتفاعل مع محبة المصلوب لأجلنا ونعكس ذلك على علاقتنا بالقريب. شارك في القداس عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور شبيبة رام الله ورعية الكنيسة. وفي سياق آخر، التقى المطران خريستوفوروس في النادي الأرثوذكسي بعبدون بأبناء الرعية الذين تزوجوا خلال العامين الماضيين. حضر اللقاء عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور ما يقارب من 100 زوج وزوجة، وخاطب سيادته المتزوجين وقال: إن معيار المحبة في العائلة هو التسامح والنسيان، داعياً لعدم السماح لطرف ثالث بالتدخل في شؤونهم العائلية والاهتمام بتربية الأطفال في بيئة آمنة. وقال بأن قرب الزوج والزوجة من الكنيسة يحمي أطفالهم من تيارات العصر الجارفة.
احتفلت كنيسة القديس ميخائيل في بلدة سماكية بمحافظة الكرك بعيد شفيعها مار ميخائيل، وذلك في قداس احتفالي ترأسه النائب البطريركي للاتين في الأردن المطران جمال خضر، بحضور الأب خالد جمو راعي الكنيسة والشماس الإنجيلي زعل حجازين ومجموعة من الكهنة والراهبات وحشدا من أبناء الرعية. وفي بداية القداس رحب الأب جمو بالمطران خضر والأباء الكهنة لمشاركتهم رعية سماكية بهذا الاحتفال. تلا ذلك توزيع الحلويات على الحضور ابتهاجا بهذه المناسبة على أنغام فرقة الكشافة التابعة لرعية الزرقاء. التقت مجموعة رسل الرحمة من مناطق بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور في مركز العائلة الفرنسيسكاني للاحتفال بعيد القديسة فوستينا رسولة الرحمة الإلهية الذي يصادف في 25 تشرين من كل عام، حيث رفعت خلال الاحتفال الصلوات ضارعين إلى الله العلي القدير أن يحل السلام على العالم أجمع. إلى المزيد. بمناسبة عيد القديسة فوستينا رسولة الرحمة الإلهية وببركة سيادة المطران ويليام الشوملي النائب البطريركي اللاتين ورعاية الأب رامي عسكرية كاهن رعية سانتا كاترينا في بيت لحم والمرشد الروحي لجماعة الرحمة الإلهية وبحضور الأخت غريتا، أقامت مجموعة رسل الرحمة الإلهية لقاء روحيا شمل أعضاء مجموعات رسل الرحمة من بيت لحم وبيت جالة وبيت سحور، وذلك في مقر مركز العائلة لفرانسيسكاني. ابتدأ اللقاء في الكنيسة بساعة سجود أمام القربان الأقدس وصلاة وتأملات وترتيل وتلاوة مسبحة الرحمة الإلهية، حيث رفعت الصلوات ليحل السلام على العالم وخصوصا في ظل الظروف الصعبة وما يمر به العالم من تحديات أليمة على جميع الأصعدة. وجدنا أن كل صفحة من صفحات الإنجيل بتتكلم عن الرحمة الإلهية، واتأملنا في قصة الكنعانية اللي يسوع رحم بنتها وشفاها عن بعد، وتأملنا بمثل العبيد اثنين المديونين اللي واحد سامحه سيده ب10,000 وزنة، وأيضا بالسيد الغني الذي دعا عمل إلى كرمه حتى عمال الساعة الأخيرة أعطاهم مكافأة حسنة، واستنتجنا أنه إحنا كمان في حياتنا مدعوين نعيش الرحمة الإلهية ونصلي من أجل اللي ما اكتشفوا هذه الرحمة في حياتهم. بكفيش إحنا وجدنا هذه الرحمة زي اللي وجد الكنز الثمين داخل الحقل، لكن نصلي من أجل غيرنا حتى هم يجدوا في حقل الكتاب المقدس كنز الرحمة اللامتناهي. اليوم قررنا كالعادة في كل مناسبة تجتمع رسل الرحمة بيت سحور بيت جالة وبيت لحم مع بعض حول كلمة الله، تأمل في أقوال الرب للقديسة فوستينا ونتبادل الخبرات الروحية مع بعض ونعيش لحظات أخوية حلوة كمان تحت اسم ربنا. وبعد انتهاء الصلوات توجه الجميع لقاعة المركز حيث تم الترحيب بالجميع من قبل الأب عسكرية الذي رحب بازدياد المجموعات في المحافظة، مما يدل على الاستمرارية في حمل ونقل رسالة الرحمة الإلهية. تلاها كلمة الأخت غريس التي رحبت بسيادة المطران الشوملي لمشاركته هذا اللقاء. اليوم اجتمعنا احنا كرسل رحمة من بيت جالة وبيت سحور وبيت لحم هون في المركز الفرنسيسكاني حتى نحتفل مع بعض كعيلة واحدة بمناسبة عيد القديسة فوستينا رسولة الرحمة الإلهية، اللي بتدعينا هاي الرسالة انه نعيش بحياة جديدة اعمق ونعيش حسب إرادة ربنا ومشيئة ربنا اللي بتدعينا انه نعيشها في حياتنا. وتم عرض فيلم قصير عن حياة القديسة فوستينا، ثم كلمة للمطران الشوملي الذي تحدث فيها عن رسالة الرحمة الإلهية والاهتمام الكبير بحملها والاستمرار بالصلاة والعمل على نشرها. وبعد حفل الاستقبال جرى الاحتفال بعيد القديسة فوستينا رسولة الرحمة الإلهية
الذي يصادف في الخامس من هذا الشهر من كل عام. للنرسات مارلين الحدوة من المركز الفرنسيسكاني بيت لحم. نشرت منظمة التضامن القبطي بياناً موقعاً من قبل برلمانيين ومشرعين سابقين ومجموعة واسعة من الخبراء الأفراد، يحثون فيه على إعادة البطريرك ساكو إلى منصبه كرئيساً للكنيسة الكلدانية. وقد أعرب الموقعون عن دعمهم لقبطته الذي يكرس جهده للدفاع عن طائفته المضطهدة وحماية ممتلكات المسيحيين العراقيين وممتلكات الكنيسة الكلدانية. ووصف البيان البطريرك ساكو بأنه كان مدافعاً قوياً عن الحرية الدينية لجميع الشعوب. وأعرب الموقعون عن اعتقادهم بأن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد والذي جرد البطريرك ساكو عن صلاحياته سيدفع الكثير من المسيحيين في العراق إلى الهجرة القسرية من أجل الاستيلاء على ممتلكاتهم. كما دعا الموقعون إلى عودة البطريرك سالماً إلى مقره في بغداد وتوفير الحماية اللازمة له حتى يتمكن من القيام بدوره الديني والروحي فضلاً عن واجباته الإدارية في الإشراف على ممتلكات الكنيسة الكلدانية. قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية ملأ بجور شرايحة حلقة متميزة بعنوان القلق والأرق الروحي. وقد استضاف البرنامج عبر الهاتف الدكتور جلال فخوري والسيدة ماري حتر، فيما دار الحوار حول اضطرابات القلق المرضي وأن الصلاة والإيمان بالرجاء هما خير علاج للأرق، مع الإشارة إلى فرحة الكنيسة الجامعة بتنصيب غبطة البطريرك بيير باتيسيا باتسابالا كاردينالا في الكنيسة الكاثوليكية. فإلى هناك بارك لهذا المنصب الجديد، نبارك لكنيستنا كنيسة الكاثوليكية كنيسة اللاتين والأخص، ومنبارك لغبطة البطريرك بيير باتيستا المنصب الكاردينالية، وإن شاء الله في له برنامج لاستقباله في الأراضي المقدسة دخول القدس والناصرة وبيت جالة وبيت لحم والأردن أيضا أكيد. إن شاء الله خلال فترة شهر 10 والنورسات جاهزة طبعا النورسات جاهزة. النورسات طبعا نقلت القداس الاحتفالي مع قداسة البابا على الهواء مباشرة، وأيضا نقلت القداس الأول لغبطته في أروما. بالنسبة لموضوع القلق، أحيانا كثيرة نحن بواجهنا بحياتنا الروحية والحياتنا اليومية مثل ما ذكرنا بالحلقة الماضية هذا الخوف، والخوف هذا بيأثر علينا جسديا. طبعا دكتورة كانت ليندا أبو جابر مشكورة حكت لنا عن التغيرات اللي بتصير بجسم الإنسان وإفرازات الأدرينالين، التنفس المتقطع السريع، وشعور تبع شعور الاختناق إلى آخره. وبصاحب الخوف طبعا القلق، القلق أيضا هو حالة مرضية بتأثر كمان على جسم الإنسان. الإنسان بيشعر حاله غرقان، رح يغرق، يغرق بهمومه، يغرق بالمصاعب تبعته، مش رح يقدر يتجاوزها، مش رح يقدر يسيطر عليها. بيصيبه قلق إنه هل أنا ماشي صح؟ هل أنا بشغلي صح؟ هل أنا بروحيا صح؟ هل أنا عم بمارس حياتي وممارساتي الدينية بشكل مرضي؟ هل ربنا راضي عني أو مش راضي عني؟ هذه حالة القلق من الشغل، من العيلة، من الأولاد، من الكنيسة، من الحياة الذاتية. هل عم بحقق ذاتي أو ما حقق ذاتي؟ مش عم بعمل إشي بهاي الحياة، أنا حاسس حالي عم بموت. وفي ناس كتير أكيد أبونا بيجوك ناس يقول لك يا أبونا أنا حاس إني عم بموت أو أنا مش قادر أعيش بهاي الحياة. فهذه المشاعر كلياتها هذه مشاعر طبيعية، يعني إحنا ما بدنا تخافوا من هذه المشاعر، بالعكس هذه المشاعر مشاعر القلق ومشاعر الخوف لما بتنتابك ولما بتصيبك وتصيبك الهواجس، بتصيبك الأحلام المزعجة، بتبطل تعرف تقدر تنام ولا تمشي بهالحياة ولا تشتغل منيح، ولا حتى الأم بتراعي بيتها مش قادرة، الأولاد بتعصب عليهم، بتعصب على زوجها أو الزوج بعصب على عيلته، بعصب على أولاده. حالة القلق اللي عم نعيش فيها في هذا المجتمع، مجتمع متغير فيه تحديات كتيرة، فيه مصاعب كتيرة. إحنا يعني اللي مر علينا من خلال 2020
لا 22 ل 23 مش سهل على الانسان اللي كان عايش الحياه الطبيعيه. نعم. مع المتغيرات اللوك داون اللي صار، الامراض، المطاعيم، وحاليا يعني الامهات اللي عم بتعيش القلق من وراء موضوع المطاعيم. نعم. يطعموا الحص بالاولادهم ولا ما يطعموا. نعم. يعني كثير تجينا تساؤلات، يا دكتوره شو بالنسبه، شو وصلكم بالنسبه لموضوع المطاعيم هذا القلق اليومي بخلي الإنسان يشعر بالفتور الروحي أيضا، الفتور الجسدي، وبشعر حياته عم تنتهي. متى بصير القلق؟ القلق بصير هو ناتج من عند توقعات مريبة، توقعات فيها شكوك، توقعات مخيفة من أحداث ناتجة إما عن أفعال أنا ارتكبتها وخايف من نتائجها، وإما أحداث أنا قدمت مجهود فيها وأنتظر نتيجة تعبي، سواء امتحان، سواء فحوصات طبية، فحوصات عمل، علاقات اجتماعية، خطبة، زواج، أي أمور. فإذا مصدر القلق بداية بيكون من مصدرين، يعني يا إما أفعال خاطئة أنا عملتها وخايف تنكشف، خايف يصير في معي مشاكل، بتسبب إلي تزاحم أفكار ماذا سيحدث في حالة أنه انكشف هذا الأمر. نعم. ومن ناحية أخرى هي أشياء أنا تعبت فيها واشتغل بدي نتيجة، عم بتعب، عم بفكر أنه إذا طيب أنا اللي عملته ما قدرته الدكتورة، إذا أنا اللي عملته هنا، طب أنا معقول أنا راح أتعب هذا كله وما في نتيجة، طب أنا الجهد اللي عملته أنا كلياته ما له قيمة. هاي كلها الأفكار إذا تزاحمت بتسبب بالآخر لوين بتوصل؟ للأرق اللي هو اضطراب النوم. نعم. اللي هو الواحد بيصير من زخم القلق الداخلي التنفس عنده بتشنج عضلاته فبيبطل يقدر ينام. وإحنا بنعرف إنه الإنسان الطبيعي اللي بحاجة من 6 إلى 8 ساعات نوم إذا ما أخذهم بينتج عنه سلوكيات خاطئة، سواقة بتكون مش مزبوطة، تعامله مع الناس بيعصب بسرعة، بيكون متضايق، بيكون قراراته غير سليمة، استرشاداته مع الأشخاص الغلط، هذا كلها من أسباب إيش هي؟ عدم الراحة النفسية، الطمأنينة، السكينة في الله. موضوع علم النفس أعرف بين الفرق بين الأرق والقلق. الأرق والقلق، نعم. القلق والأرق كلاهما حالة سيكوباتية تمر بالإنسان، فالأرق يدوم يعني زمن طويل، والقلق هو حالة وقتية تزول بزوال المؤثر، في حين إن الأرق حالة مستتبة وساكنة في الإنسان. نعم. وهي مقلقة للحياة ومنغصة للحياة، لأن الأرق يلازمها الخوف الدائم. نعم. وبالتالي هي شغلة طويلة زمنية، في حين أن القلق حالة يمكن علاجها بزوال المؤثر اللي أثرت عليه. نعم. هذا من ناحية، هذا من ناحية، من ناحية علم النفس. نعم. من ناحية المؤثرات على الناحيتين السلوكية والنفسية، يعني السيكولوجية والسلوكية، الناحية القلق قد يؤثر بشكل بسيط، بحيث إنه الإنسان يعني لا تدوم مع الحالة، و يعني هو بينتظر إنه زوالها في الوقت اللي هو بده إياه، يعني قد تزول بالوقت اللي بده إياه. نعم. الأرق لا يمكن زول، لأنه بصاحبه حالات نفسية أخرى مثل الحالات النفسية الأخرى المرضى، مثل الشيزوفرينيا والميزوفرينيا والأمور السيكوباتية النفسية. نعم. وهذا والأرق طبعا، والأرق بطبيعته أخطر من القلق. نعم. لأن القلق وقتي مثل ما حكينا، والأرق مزمن، والأرق زمني. نعم. هذه ناحية. نعم. الناحية الثانية القلق قد يأتي خفيف. نعم. على الإنسان، قد يأتي خفيف على الإنسان بحيث إنه ما يأثر عليه نفسيا، في حين إنه الأرق لأنه
لأنه بيلازمه كل العمر، فبيظل دائما مزعجه ومنقص عليه الحياة يعني، وأنه بيظل دائما يتخوف من المستقبل. يعني أنا بعرف القلق هو سيطرة الروح. نعم. يغتال الفرح والسلام في نفوسنا. حلو. نعم. ولكن التعريف العلمي هو مرض عصابي، انزعاج عصبي انفعالي يسقط كل هذه التناقضات في يعني على الجسد، فيصبح وجع واضطراب، ضيق بالتنفس، ضغط. ولكن يعني إذا إحنا كنا عقلاء، التركيز على القلق ومصادر القلق وعدم البحث عن الحلول هو ما يجعلنا ندخل في حالة من الشكوك والابتعاد عن الإيمان. يعني نركز حول المشكلة ولا نركز حول الحلول. نعم. فمواجهة الخطر يعني عدم حصر النفس في الحالة اللي إحنا بنعيشها وننسى كل شيء حولنا، يعني بنركز على السلبيات اللي هي مصدر القلق. يعني أنا كأم بعيش كل نهار حياتي بالقلق، على أولادي، على تعليمهم، على ماذا نحصل في هذه الحياة، على الغذاء، على يعني مصادر القلق والتحديات كثيرة حولنا. ولكن إذا إحنا يعني تمحورنا حول القلق فإحنا لا نخرج بسلام ولا نخرج بحلول لمثل هذه المشاكل، فينعكس على الجسد. يعني في الإنجيل المقدس ترددت كلمة لا تخف 365 مرة، فدع القلق وابدأ الحياة. فعندما نقول انظروا إلى طيور السماء إنها لا تزرع ولا تحصد وأبوكم في السماء يقوتها، يعني أليس نحن أفضل من هذه الطيور مثلا؟ فلماذا نطلب احتياجات العالم وننسى الاحتياجات اللي بتهبنا السلام وبتعزز فينا يعني حتى نخرج من القلق؟ أبونا والدكتورة الجميلة، يجب أن يكون لدينا مصالحة مع الذات، مصالحة مع الله. نعم. لأنه بدون هذه المصالحة إحنا بنتعب جسميا وروحيا ولن نحل، يعني لن نخرج بأي حلول لمثل هذه المشاكل. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. البابا فرانسيس يرقي البطريرك باتسابالا إلى المرتبة الكاردينالية. جلالة الملك يعرب عن تعزيه لأسر الضحايا في حريق قرقوش. حراسة الأراضي المقدسة تحتفل بعيد مؤسسها القديس فرانسيس الأسيزي. الكنيسة الأسقفية الإنجيلية تحتفل بعيد الشكر وخدمة التثليث. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني nursadjo.org. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.